واول خبر معانا النهارده غريب شويتين ثلاثه اربعه. شاب امريكي فبرك اختطافه عشان ما يروحش الشغل. فبرك عمليه اختطافه ربط ايديه وخبط دماغه في الحيط اكتر من مره وربط بندانة على بقه وبعدين رمى نفسه في جنب من جوانب احد شوارع اريزونا. طبعا الناس اتلمت عليه وفكت الرباط ومش عارفه ايه وطلبوا البوليس وبتاع، وقال ان هو تم اختطافه عشان هو ابوه غني جدا جدا وكانوا عايزين فديه، يعني الخاطفين كانوا عايزين فديه من ابوه. المهم الشرطه جت وعمل محضر، اتعمل محضر وبدات الشرطه تدور في الموضوع. اتقبض عليه بتهمه ازعاج السلطات واعترف فعلا ان هو عمل كده عشان كان عايز يزوغ من الشغل. ايه ده بقى؟ انا شايفاه خيال واسع. ممكن عارف فاكرين الاعلان اللي كان بيقول لك ايه؟ انت مكانك مش هنا. انت مكانك مش هنا، انت مكانك في حته تانية. ايه هو بيشتغل شغلانه مش لايقه على يا حبيبي؟ هو لا، هو انا اخبط راسي ثلاث مرات واتعور واعمل هو الشغل ده ايه؟ يعني ايه الشغل؟ يعني هم بيعذبوه؟ خلي بالك هو كمان، هو كمان ينتمي لاسره مستريحه وغنيه. لا كمان لا، احنا مش بتقولي كده، هو قال كده بس. أيوه. احنا مش متاكدين، يمكن هو ما هو قال كده والشرطه اتحقق. ما هو قال كده وهو عارف يقول ايه. لما حققت لقيته ولا منتمي لاسره غنيه ولا في حد اساسا عايز لا يا جماعه ده احنا لازم نستثمره.